كما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو تدرك أهمية تزويد البلدان الأفريقية بالمواد الغذائية لدعم الاستقرار السياسي. وخلال كلمته أمام الجلسة العامة للقمة الروسية الأفريقية بسان بطرسبرغ، أضاف أن روسيا سوف تبقى موردا موثوقا للمنتجات الزراعية، مشيرا إلى أنه سوف يتم توريد الحبوب الروسية وغيرها من أنواع الغذاء بشكل مجاني في إطار البرنامج الغذائي للأمم المتحدة. أهمية بالغة لتزويد البلدان الأفريقية بالمواد الغذائية لدعم الاستقرار السياسي، ومن هنا فإننا نزيد من إمدادات الحبوب إلى إفريقيا. في العام الماضي تم إرسال 11.5 مليون طن، وفي خلال النصف الأول من السنة الجارية 10 ملايين طن آخر، وهذا بالرغم من العقوبات غير الشرعية والتي تعقد توريد الغذاء الروسي. أود الإشارة مرة أخرى إلى أنكم يمكن أن تكونوا على ثقة بأن روسيا سوف تبقى موردا موثوقا للمنتجات الزراعية. سوف نورد حبوبنا وغيرها من أنواع الغذاء على أساس مجاني في إطار البرنامج الغذائي للأمم المتحدة.